حان الوقت لكي نستمع إلى أصوات مهمة جدا. لدينا جهتان غير حكوميتين من الجهات الفاعلة، الدكتور محمود محي الدين رائد كوب 27. الدكتور محمود، المنصة لك. صباح الخير للجميع. حضرات السادة والسيدات، يشرفني أن أشارك معكم بعض الأمور الخاصة بهذا الكوب فيما يتعلق بقضية التنفيذ. هذا الكوب الذي لديه العديد من المقاربات الخاصة بالحلول العملية المرتبطة بالمدن والمجتمعات المحلية والدعم الخاص بإجراءات التنفيذ. وقبل الحديث، فأود أن أعرف الأبطال الحقيقيين خلف المشهد من الحكومة المصرية والوزراء المسؤولين عن الإعداد وإعداد الأرض لهذا الحوار البناء، وكذلك الفرص التي تم إتاحتها للجميع لتبادل وجهات النظر بحرية تامة. أود أيضا أن أعرف السيد وزير التنمية المحلية وأيضا وزير الإسكان الوزير عاصم الجزار وأيضا السيدة مديرة الجلسة والتي أتاحت لنا فرصة، ولدينا أيضا السيد محافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة. وأود فقط أن ألخص ما سمعته بالأمس من أصدقائي من مصر ومن الاقتصاديات النامية. لقد جعلتمونا جميعا فخورين، شكرا جزيلا على العمل العظيم الذي قمتم به. وضيوف هذه البلاد كانوا جميعهم منبهرين، شكرا جزيلا. فيما يتعلق بالممارسة التي يجب أن نركز عليها حين يتعلق الأمر بالتنفيذ، فإن المدن والمجتمعات المحلية هي في قلب كل الأوجه المرتبطة بالتخفيف. المدن تشارك أيضا في الانبعاثات، ولكن أيضا المدن تتأثر بشكل كبير بالتدهور الذي يحدث في المناخ والبيئة. وحين يتعلق الأمر بالصمود، فإن المدن يجب أن تستثمر في البنية التحتية. ويسعدني أن أرى مدينة شرم الشيخ وأجندة التكيف الخاصة بها والتي تركز على الفرص الخاصة بالمدن والمجتمعات المحلية لكي تشارك في الحلول. نعم، خطة التكيف تبدأ بالأمن الغذائي، ولكن بدون الأمن الغذائي لا يمكن أن تكون هذه المدن مستدامة. يجب أن يكون هناك سلاسل إمداد، وهناك أيضا إدارة المياه. الأمر فقط ليس متعلق بالمناطق الريفية أو المناطق شبه الحضرية، ولكن أيضا المدن وبشكل مباشر. فإن التجمعات البشرية في الأنظمة المحيطية وهناك محيطات في كل تحيط بنا، وهناك مدن تقع على مناطق ساحلية كما سمعنا من زميلنا الممثل أوكلاند وأيضا من المغرب. إن أنظمة البنية التحتية والاستثمارات والخطة التقاطعية ليس فقط على المستوى المركزي ولكن على المستوى المحلي. وأيضا القضية المتعلقة بالتمويل، القضية الكبرى بالنسبة لنا قضية التمويل. نتحدث عن النظام التمويل العالمي الذي يتيح التمويل للتنمية وللمناخ. ليس هناك تعارض، من يخطفون أجندة التغير المناخي مع المنهج الخاصة بالتقليل ويعتقدون أن تقليل الانبعاثات هو الأمر الهام. نحتاج أن نستثمر في إجراءات الصمود وأن نكافئ من ونعوض من تأثروا بالتغير المناخي، ويشمل هذا الإجراءات الخاصة بالتقديم، ليس فقط مجرد كلمات التعاطف وإجراءات رمزية. هذا الأمر يجب أن يتغير، وفي الساعات التالية سوف نسمع العديد من الإجراءات التنفيذية الممتدة التي ستكون على الأرض. وفيما يتعلق بالتمويل، لدينا
إجراء ال 400 مليار، ونعلم أننا 400 مليون ونعلم أنه جزء من التمويل الخارجي، ولدينا قضية ال 100 مليار دولار. المدن تحتاج وتحتاج لهذا التغيير، فلأننا نأخذ التمويل حين يتعلق الأمر بالبنية التحتية وبالصمود. الجزء الثاني هو أننا لا يمكن أن نعتمد بشكل أساسي على هذه الأدوات، فإن هناك آليات تقليل يجب أن يتم تفعيلها، وأنا أثني على العمل الذي بدأ من قبل سيشل وباربيدوس. وأيضا كان هناك إعلان من وزير التعاون الدولي من مصر فيما يتعلق بهذا الأمر، أن هناك آليات تقليل تعمل على تمويل الطبيعة وتمويل المناخ. هذا أمر مهم جدا. المدن سوف تستفيد بشكل مباشر من أسواق رصيد الكربون، وأفريقيا سوف يكون لديها أسواق رصيد تتعامل ليس فقط مع قضايا الغابات ولكن أيضا دعم المجتمعات المحلية والمدن. وهناك أمر أخير قبل أن تعطيني السيدة المديرة التحذير حول المغادرة. نعم، نحن نتحدث عن الشراكات مع القطاع الخاص وفي السباق الخاص للوصول إلى نسبة صفر انبعاثات والوصول إلى الصمود، فإن لدينا شراكات خاصة بالصمود، وكما ذكرت مع من خلال ممثل أوكلاند التي تحدثت عن العمل الذي تقوم بها الحكومات المحلية، ولدينا أيضا سي 40 ودبليو آر آي وكذلك، والجميع يحتاج التمويل. هناك عرض واحد لديكم تأثير، يمكن أن تستمروا بنظم التمويل، قوموا بحشد الموارد وتواصلوا مع القطاع الخاص، ولكن دون التحديد وإصلاح القضية الخاصة بالجهات متعددة الأطراف لا يمكن أن نحصل على التمويلات. أنا هنا أتحدث عن الدول منخفضة الدخل، فإننا لن نستطيع أن نمشي في الطريق الذي نسعى إليه. إذن يجب أن يكون هناك فترة سماح 10 سنوات وفترة الرد تكون أيضا 10 سنوات. هذه هي العناصر الأساسية التي يدعمها العمل الذي تقوم به الأبحاث والذي قام به البروفيسور جيف ساكس، وكذلك الرئاسة الخاصة بكوب 26 وكوب 27 لتقديم المعرفة حول تمويل الاستدامة بشكل كبير وعلى المدى الواسع. نحتاج أصواتكم أن تكون وراءنا حين نتحدث عن التمويل. لا يمكن للمدن أن تتعامل مع الأمور كما هي، يجب أن يكون أنتم معرضون أكثر من غيركم للإضطرابات وللمشكلات، وتحتاجون للتمويل أكثر من غيركم. وشكرا جزيلا.